اخوان دينا الله، عملت البيروش في هذا القفص هذا، اللهم بارك. ها واقيلا هذه بيضات، واقيلا هاد النتوه هذه هي راها بيضات. ها هي نوريكم البيض ديالها. انا الاخوان يلا بيضات، باقي ما كملت العدد البيض. انا الاخوان ثلاثه البيضات. واش الاخوان عرفتوا؟ الاخوان ديالنا تحيه لكم بعدا، وتحيه جميع المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. اخوان ديالنا راه اليوم لقيتوني كنظف في البلاصه اللي فيها الطيور ديال طائر الباجي، يعني القفص الكبير اللي بزاف الاخوان ديالنا طلبوا لنا باني نتكلم لهم على العبار ديالو شحال خديته. ان شاء الله انا نقول لكم كل شيء، بشحال خديته، العبار ديالو، الطول ديالو، والمساحه، يعني نعطيكم حتى العدد ديال الناس اللي غادي يقدر يهز، وشحال تقام عليا. يعني الا بغيتي تصاوبوا شحال غادي تقام عليك، يعني نشوفوا من الاحسن واش تصاوبوا جديد ولا تشريه بون اوكازيون. انا شريته الاخوان بون اوكازيون، ان شاء الله غادي نشرح لكم كل شيء، الميتراج ديالو شحال يقدر يهز لكم ديال الكوبلات ان شاء الله، واش مزيان واش ماشي مزيان. الاخوان ديالنا انا جبرتوني عملته منه للسطح، يعني في الباديه منه للسطح، هانتوما كتشوفوا الاخوان ديالنا منه للسطح، يعني عملته هنايا. ان شاء الله نشرح لكم كل شيء باش ما نطولش عليكم الاخوان ديالنا. لقيتوني دابا كنشطب اخوتي، يلا لقيتوني كنشطب، كنسكسف عليهم شويه. انا الاخوان شطبت لهم هنايا، المهم دابا غادي نشرح لكم كل شيء صافي. يلا الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا القفص هو هذا، المساحه ديال العلو ديالو الاخوان ديالنا راه عملت له واحد الباش هنايا على قبل الشتاء، ولكن الشتاء ما تدخلش عليهم، جربناه وكل شيء، كبيت عليه الماء من الفوق والماء ما كيدخلش عليهم. الاخوان ديالنا القفص هو هذا، انا نعطيكم الثمن الاخوان، تبعوا حتى الاخر باش تعرفوا الثمن وشنو غادي يناسبكم ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا الطول ديال القفص 3 ديال المتر باش تعرفوا، باش اللي بغى يصاوبوا الاخوان، ونعطيكم واش فيه شي ديفوات ولا ماشي، ما كاينش ديفوات ان شاء الله، ما يكون على خير ان شاء الله. الاخوان ديالنا الطول ديالو نعاود لكم مره الثالثه والرابعه والخامسه، الطول ديالو 3 الامتار. انا كنعاود لكم كنعاود لكم، الناس اللي كتقول لي كتكرر كنكرر، لان بزاف ديال الاخوان كنسالي فيديو كيدوزوا عندي الواتساب وكيبقاو يسولوني اسئله اللي انا هضرت عليها في 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 الفيديو. الاخوان ديالنا كنعاود لكم مازال وما تملوش، 3 المترو كاينه في الطول. الاخوان ديالنا الفاص ديالو هذا الفاص هذا، العرض ديالو الاخوان مترو 80، مترو 80 تقدر دير فيه حتى 2 متر، بحال مترو 80 بحال 2 متر. المهم انا نعطيكم العرض العبار ديالو، ومي ان شاء الله يكون على الخير، اللي بغى يصاوب على هذا العبار هذا وعجبو هذا القفص هذا يصاوب عليه. مترو 80 في الفص. الاخوان ديالنا من الجهه ديال الجنب، الاخوان ديالنا من الجهه ديال الجنب هذا، هاد الجهه هذه، هاد الجهه ها هي، هذه الاخوان فيها مترونس، يعني الواجهه فيها مترو 80 وهاد الجهه هذه فيها مترونس، العلو قلنا فيه 3 الامتار، هذه متفقين عليها. الاخوان ديالنا شحال من واحد غادي يقول لك شحال غادي يهز لك من كوبلا؟ الاخوان ديالنا هذا تقريبا يقدر يهز لك حتى 40 كوبلا، وعادي جدا 40 كوبلا مزيانه، فهمتيني، 40 35 20، المهم يتقام لك اقتصادي بزاف، قام لكم اقتصادي. الاخوان ديالنا كنصيحه للناس اللي باغي يديروا الفراخ، يعني واش تخلط واش هذه، من الاحسن دير نوع واحد باش تبقى ديما تشوف يعني واحد النوع ديال الطفره، باش ما يكونش عندك خلل في, في, في الطفره، وهذه يعني ما يكونش عندك النيفو طايح. لقيتوني هذاك غادي نحيدو، راه هو واش هذا، والاخر العادي، العاديين غادي نحيدهم، باقيين على جوج تما، تبقي كلشي هنايا رينبو الخوت، كلشي رينبو. باغي ندير هاد السجنه هذه خاصه فيها غير رينبو، غير رينبو. كنعاود لكم الاخوان ديالنا، الاخوان ديالنا الغلط اللي كاين، الغلط اللي كاين، الخطا اللي كاين هنا في هذا القفز هذا كامل كامل مزيان. الخطا الاخوان ديالنا كاين في الباب، ولكن الاخوان ديالنا انا غادي نفتح لكم الباب تشوفوا، راه ما كاين حتى مشكل، ولكن بالنسبه ليا خطا. انا الاخوان ديالنا ما يهرب حتى شي فرخ، ما يخرج حتى شي طير، عادي جدا ندخل في وسط منه ما غادي يخرج حتى شي فرخ، وانا غندخل فيه ونصور لكم كل شيء. الاخوان ديالنا الخطا اللي كاين هو ان هذا الباب هذا ما كانش خصو يكون باب واحد، انا كنعطيكم الاخطاء باش نتوما ما تطيحوش فيها. الاخوان ديالنا هذا ما كانش خصو يكون باب واحد، هذا كانوا خصو يكونوا جوج بيبان، يعني
من الاحسن الاخوان ديالنا ديروا جوج بيبان. ثاني حاجه الاخوان ديالنا الخطا الثاني اللي كاين هو ان بلي غادي نصاوبوا حنا الكادر، انا غنعطيكم شي حوايج اخوتي باش ما طيحوش فيهم، انا هذا شريته واجد يعني، ولكن الا جيت نصاوبوا راه غادي، هادو هو الافكار اللي غادي نعطيكم. الخطا الثاني هو انني انا راه سوديته، من الاحسن الاخوان ديالنا ديروه كيتمونطا بالفيسات، يكون ساهل باش ماشي كل مره تقلب على. انا بالنسبه ليا كنسودي راسي، كنستعمل السدور راسي، ولكن الاخوان ديالنا ما خدامش يعني نهائيا ما خدامش. تبغي توديه البلاصه لبلاصه ولا تحيدو البلاصه ما تقدرش تحركو لان كيولي ثقيل الاخوان ديالنا. لذلك من الاحسن دير المونتاج ديالو بالفيسات، يعني يكون فيسا روشكا فيسا روشكا، والقفز كيتجمع عادي بحال القفوزه ديال البيروكيات عامه. هذا من الديفوات الاخوان. ثاني حاجه خصو يكون واحد الباب من التحت، باب من التحت. دابا انا ملي كنبغي ندخل نعطي الماكله اش كندير؟ خصني ضروري نفتح هذا الباب، هذا ضروري نفتح الباب وندخل عند الفراخ وعاد نعطيهم الماكله. لذلك الاخوان ديالنا هذا ديفو، ديفو انا ما ترتكبوش. اللي باغي يصاوب، انا كنهضر مع الاخوان اللي باغي يصاوب وبامكانه يتصاوب. دابا هادشي هذا من بعد نقدر نقادو ونصاوبو ان شاء الله ويتعوض ويرجع مزيان، عاوتاني ندير لكم شي فيديو اخر. اخوان ديالنا عقلو مزيان، يدار باب لتحت، باب يكون كيتفتح لتحت. شوفوا الاخوان ما يكونش كيتفتح بحال هذا، ما يكونش كيتفتح بحال هذا، لا يكون اللي غادي نجيو نفتحوه يكون كيتفتح بحال المجر، يهود لتحت باش نقدروا نحطوا الماء، نحطوا الماكله تما ونسدوه عادي. حتى نبغيو ندخلوا شي حاله طارئه ولا نزلوا الفراخ عاد نفتحوا الباب الرئيسي. الباب الرئيسي الاخوان قلت لكم غادي تقسموا على جوج عادي، غتقسموا على جوج باش الا كانوا عندك الفراخ داخل انت بالنهار وباغي تشدهم غتقسموا على جوج وغادي تدخل انت من التحت. بغيتي تدخل بالليل مثلا وخافتي من هذه المشكله هذه يقال لك كاع تفتحوا بجوج وتدخل عادي جدا. المهم الاحسن هذا يكون مقسوم وبلاصه الماكله تكون لتحت، بلاصه الماكله يكون فيها باب، بلاصه الماكله يكون فيها باب. اخوان ديالنا حتى لهنا سالينا. واخا الاخوان ديالنا غادي تبغي تعرفوا الثمن شحال خديتو. الثمن الاخوان ديالي هذا تقام عليا واصل الدار ب 1100 درهم. هذا تقام عليا واصل الدار الا ما خانتنيش الذاكره، 1100 درهم، 1100 درهم ولا 1150 درهم. الاخوان ديالنا الا بغيتي تصاوبوا كنظن غادي تقام عليك اكثر. الا بغيتي تصاوبوا عند المعلم ما كنهضرش على الاخوان اللي عندهم الحرفه ويقدروا يصاوبوا، راه يقدر يتقام عليهم اقل من 1000 درهم لان تشري الكرياج. وتقريبا الا شريتي الكرياج وصوبتي انت وكلشي واقيلا قد يطيح لك بواحد 600 درهم، كنظن 600 درهم غادي يطيح لك الاخوان. ولكن الا ديتي المعلم راه واقيلا غادي يقدر يطيح لك بواحد 1000 درهم الاخوان ديالنا. نعطيكم واحد النظره عليه انا اخوتي. ولكن الاخوان ديالنا فوقاش خديتو؟ هذا فاش خديتو؟ خديتو تقريبا عام وشي حاجه، عام وشي حاجه، يعني الحديد غلا، راه الحديد زادت الثمن ديالو، زاد الثمن ديالو الاخوان. شوفوا الحجم ديالو كيفاش داير، ها هو نبعد لكم شويه باش تشوفوا الحجم ديالو. لاحظتوا الحجم ديالو كيفاش كيبان؟ المساحه ديالو كبيره اللهم بارك، ويقدروا يوقفوا في وسط منه الاخوان ديالنا، يقدروا يوقفوا في وسط منه 10 الاشخاص، 10 الاشخاص يوقفوا ما كاينش مشكل. دابا الاخوان انا غندخل ليه وغادي تشوفوا معنا، انا غادي ندخل ليه لداخل وغادي تشوفوا، نعطيكم واحد النظره من الداخل وتشوفوا معنا. احنا الاخوان ديالنا دخلنا لمملكه طائر البادجي، هذيك تسمى لمملكه طائر البادجي. الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا الصندوق اللهم بارك، صندوق عدد قليل، باقي غادي نزيد الفوق وباقي غادي نزيد شي حاجه هنا وباقي غادي نزيد شي حاجه هنا وباقي غادي نزيد شي حاجه في هذا الاتجاه هذا. الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا هذا هو السقف ديالو، هضرت عليه واحد الباش غليظ، هذه بالنسبه للناس اللي غادي ديروا في السطح، ولا كاين الواحد اللي غادي ديرو في غرفه ولا هادي راه ما يحتاجش نهائيا يغطيه، نهائيا ما غادي يحتاج يغطيه نهائيا. الاخوان ديالنا الله عملت البيروش في هذا القفص هذا اللهم بارك. ها واقيلا هادي بيضات، واقيلا هاد نتو هادي هي راها بيضات، ها هي نوريكم البيض ديالها انا الاخوان. يلا بيضات باقا ما كملت العدد البيض انا الاخوان، ثلاثه البيضات. المهم الاخوان ديالنا قفص خدام مزيان، الناس اللي باغات باغا دير مسرح وتهنى من القفوزه. ولكن الاخوان ديالنا تريتيو الفراخ اطلقوهم في القفص، يعني الا بغيتي انت تدخل واحد العدد، بغيتي تدخل واحد العدد ديال الفراخ
جداد، يعني جداد على الفراخ اللي عندك هنا. دائما خصك تريتي، لان الفراخ اللي ديجا كيكونوا هنايا كيكونوا متريتين الاخوان، يعني باش ما تدخلش عليهم المرض، باش ما تدخلش عليهم بزاف ديال الحوايج. انا الاخوان ديالنا فقط هذا العدد يعني راه كافي، لان كنعرفوا طائر البرجي كيتكاثر، وانا غادي نخليهم هنا يتكاثروا، وغادي ندير بحال الشكل ديال الغربال. غادي نختار يعني من بعد الانتاج غادي نختار اللي صافي الجناح نسبه عاليه، ونحيد لهم المصخ واللي هذيك، ونخلي واحد السلاله اللي هنايا هتبقى دائما ونتولع بها دائما. كما كتعرفوا الاخوان ديالنا عزيز عليا الطائر البادجي بيروش، يعني عامه مولوع ديال بيروش من قديم الزمان وانواع اخرى، ولكن بيروش عزيز عليا. علاش؟ بيروش ذكي، واحد الطائر اللي هو ذكي وكيتكلم، طائر ذكي وكيتكلم. المهم الاخوان ديالنا حتى لهنا تقريبا راه سالينا، وكنتمنى ان يعني نكونوا فيدناكم بشي حاجه، كونوا يعني استفدتوا معنا بشي حاجه، وكونوا لبينا لكم الطلب. على ذكر الاخوان ديالنا اللي عنده شي بيروكي باغي يبيعو ولا شي حاجه يتواصل معايا على الواتساب. الاخوان ديالنا الواتساب راه ما مديورش للاسئله. الاخوان ديالنا اللي بغى شي سؤال، اللي بغى شي حاجه، مرحبا بكم عندي في باج انستغرام، ولا خليونا الكومونتيرات ديالكم، شوف شنو بغيتو، غادي نتكلم على الموضوع، غادي نتكلم. عيب لما تبقى تحاول يعني تجي الواتساب وتبقى تسول تسول، لان ما نقدرش نجاوب على كل شيء. كاين اللي ما كيعجبوش الحال، وكاين اللي كيولي يهضر شي هضره في شكل، وهو اللي خاسر، راه ماشي انا، هو اللي خاسر. علاش؟ يعني راه كاين بزاف ديال الناس، كل واحد الا جينا نهضروا على هادشي ونحط لكم لي بروف، غتقولوا لي باز وباز لغيرك اللي باقيين مستمرين كيعطيونا المعلومات مع هاد الناس هادو. المهم ماشي مشكل، حنا في خاطر الناس اللي مزيانين واللي زوينين، على داكشي كنديروا هادشي هذا. المهم اخوان ديالنا حتى لهنا سالينا، تحيه لكم، كان معكم اخوكم مصعب فلوك كيف العاده، ملك ببغاء، تهلاو فروسكم.